سميرة، يا سميرة، انت يا بنت يا سميرة. سميرة، انت يا زفت يا سميرة، انت يا بنت. افندم يا ستي، حضرتك بتندهيلي؟ كنت فين؟ كنت بره يا ستي في المعمل. وبتعملي ايه في المعمل دلوقتي؟ كنت بشوف سيدي عاوز حاجه ولا لا. هو لسه سهران لغايه دلوقتي؟ ايوه يا ستي. والست وفاء روحت ولا لسه؟ روحت يا ستي قبل حضرتك ما تيجي بشويه. والنبي انت صعبانه عليا قوي يا ستي. روحي نام يا سمير. حاضر يا ستي، بس شقري على ليلى. تصبحي على خير. وانت من اهل بدري يا دكتور. سبت المعمل ليه دلوقتي؟ جيت امتى يا شكار؟ بعد الانسه وفاء ما مشيت بشويه صغيره يا دكتور. على الله تكوني انبسطتي من الحفله. والله احسن من رميتي في البيت هنا لوحدي على اي حال. بس كان حقيقتك اخدتي ليلى معاكي. نعم ليلى، انت جرالك ايه يا فؤاد؟ انت ناسي ان الامتحانات قربت ولا ايه؟ ايوه صحيح. مسكين، هتفتكر ايه ولا ايه؟ كفايه عليك المعمل. انا مش قادر افهم ايه اللي مضايقك من المعمل ده. بس الوقت اللي انت بتقضيه فيه ده مش بيتك اولى بيه يا اخي؟ خدنا ايه احنا من الابحاث بتاعتك اللي انت عمال تجريها بقالك سنه دلوقتي؟ يا ستي دي مهنتي، وواجب كل زوجه انها تقف جنب زوجها وتحترم مهنته. واكتر من كده لازم تساعديني في عملي وتساعديني على اني انجح فيه، مش تحاربيني. البركة في الأنسة وفاء بتاعتك هي بتساعدك. أوه، هنرجع بقى للكلام الفارغ تاني. أرجوك يا ست هاني من فضلك، أنا تعبان وعايز أستريح. إيه ده؟ هو الواحد ما يعرفش يقعد يتكلم معاك دقيقة واحدة؟ يا ستي أنا تحت أمرك، لكن أنت مش بتكلميني، أنت بتخانقيني. طيب، تصبح على خير. وأنت من أهله يا ستي. طيب ده اديني جايه. ايه في ايه؟ ايه الهوسه دي؟ ايه جرى يا عم عثمان؟ ايه الهوسه اللي انت عاملها دي؟ مش تخف ايدك على الجرس شويه؟ اخف ايه بيه؟ البيه زمانه صحي وهيخرج حالا. خد اللبن اهو. هات يا اخويا، ادي اللي انت فالح فيه الحلياته ومسح الجوخ. والله انت باين عليك يا سميره مش هتجيبيها البر. اسمع يا عم عثمان. ايه؟ انت مالكش دعوه بيا ابدا، انت في حالك وانا في حالي. كده؟ ايوه كده. طيب يلا يا اخويا. صباح الخير يا سميرة. يا صباح النور يا أمورتنا كلنا. يا ترى ماما صحيت؟ لا لسه يا حبيبتي. وبابا؟ طبعا صحي عشان معاد الكلية. طب ممكن تجيبلنا الشاي في الهول عشان أشربه معاه؟ من عينيا الاتنين يا حبيبتي. ادخل. حضرتك صحيت يا بابا؟ ولبست كمان يا ستي. طب أنا مستنياك عشان ناخد الشاي سوا. حالا. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا بابا. والله مش عارف يا بنتي من غيرك كنت هعمل ايه. ربنا ما يحرمنيش منك. واحنا كلنا من غير ماما كنا عرفنا نعمل حاجه البركه فيها برضو يا بابا. ايوه يا ستي، بركه في ماما برضو. الظاهر حضرتك سهرت كتير قوي امبارح في المعمل يا بابا. لا مش قوي. ربنا يوفقك في التجارب بتاعتك دي. هي دي الكلمه اللي انا محتاج لها يا بنتي، الكلمة اللي هتساعدني وتقرب المسافة بيني وبين النتيجة اللي أنا عاوز أوصل لها من الأبحاث بتاعتي.
بإذن الله حتوصل لكل اللي حضرتك عايزه. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. أنا متأكدة. إن شاء الله. بابا. أيوة حبيبتي. يا ترى حضرتك فاضي النهاردة؟ ليه؟ أصل يا سيدي أنا عزماك أنت وماما وأبلة وفاء على سينما ليلادي. آه. بس خايفة تكون حضرتك مش فاضي. يا ستي افرضي إن أنا مش فاضي، أفضي لك نفسي. صحيح يا بابا كتر خيرك، ميرسي أوي. بس على شرط. شرط إيه بقى؟ تاخدي دول تصرفي منهم، بس اوعي تجيبي سيره لحد. لا يا سيدي انا محوشه 8 تذاكر من مصروفي. يا ستي هي الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ مين فينا يصرف على التاني؟ خدي خدي. خلاص يا بابا هشيل التذاكر النهارده. ايوه بس انت خدتي راي ماما ولا لا؟ انا واثقه يا بابا ان هو مش هترفض. اه طب يلا بقى ايه، اوصلك في سكتي المدرسه. يلا. مش هناخد الشاي يا بابا؟ الله يا ستي ناخده في حته تانيه لنتاخر. يلا 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 هات شنطتك. طيب دامي يلا. يا اختي طب امال بس مين اللي هيشرب الشاي ده يا ناس؟ طب والنبي لا صح الست التانيه، ست حبيبتي امورتي، ست شكرت الشراب. انا يا ست الكل، يا ورد وفل امورتنا كلنا. اهلا اهلا. يا صباح الجمال، يا صباح القشطه، يا صباح الحلاوه، يا اجمل صباح في الدنيا. اما انا يا ست شكار ما حضرلك فنجان شاي بايديا، انما يستاهل بقك. صحيح فؤاد خرج ولا ايه؟ ايوه يا ستي خرج. وليلى خرجوا سوا هما الاثنين، هياخدوا الشاي بره. ساعتي واقفة، يا ترى الساعة كام دلوقتي؟ اهي تجيلها كده 8:15 يا ستي، يعني ما كانش في داعي للصربعة دي كلها. كل انسان حر بيعمل اللي يريحه يا سميرة. والنبي بس انت اللي طيبة يا ست شكار، واحدة غيرك ما كانتش تصبر على الهم ده ابدا. ليلاتي سهر لوش الصبحية مع ست وفاء، وان صباحية ربنا على الكلية، حتى فنجان الشاي ما انتوش عارفين تاخدوه مع بعض. ومن عارف اخرة سهر المعمل ده ايه؟ عايزك تقولي ايه يا سميرة؟ يا خرابي يا ستي، انت زعلتي؟ والنبي ده انا قلبي عليك يا ست شكار. متأسفة يا سميرة، مش عارفة اعصابي تعبانة شوية دلوقتي. من الهم اللي انت فيه ده يا ست شكار، هو اللي انت فيه ده شوية؟ ده انت يا حبة عيني خسيت النص. معلش بكرة كل حاجة تتعدل. وحياة النبي يا ستي، انا لولا عيشك وملحك وخيرك اللي منغنغني من اول الاخري، انا ما كنت اتكلم في حاجة زي دي ابدا. انت بنت مخلصة قوي يا سميرة. يا ندمت يا ستي؟ انا يا ستي مش مخلصة؟ ده انا مخلصة ومخلصة قوي ليك يا ستي، انت ما عندكش فكرة ابدا. اتفضلي يا ست شكار، اتفضلي يا حبيبتي. قولي لي يا سميرة. نعمين يا ستي. لما بتروحي المعمل عند الدكتور. ايوه يا ستي. ما لاحظتيش حاجة كده ولا كده ومخبيها عليا؟ انا يا ستي خب عليكي؟ ده انا يخن عيشك وملحك لو اخب عليكي كلمة واحدة. انا وهي في حاجة بتستخبى اليومين دول يا ست شكار؟ اتكلمي يا سميرة. هي الحق يا ستي، ست وفاء أميرة وطيبة قوي، إنما كلام الناس بقى. ومين جيب سارة وفاء دلوقتي؟ أنا قصدي يا ستي كان حضرتك. اسكت يا سميرة. حاضر يا ستي أنا متأسفة. روحي شوفي شغلك. حاضر يا ستي، عن إذن حضرتك. لا يا نسا وفاء،